خلاص يا استاذ محمد، كهربتك تمام التمام، تامر شيء ثاني؟ اي نعم، اصير بياك عند مدير عشان اشتكي بهالسبلان. يا رجال هذول المساكين يترزقوا على باب الله. انت ما تعرف اللي يسوي فينا؟ تعرف ان شعر مربنا سنتين، شوف كيف الشعر مو باقيه. ايش تبغى اقابل الناس؟ بهذا الشعر اقابلهم؟ خلا خلا اختف قدامي انت، اشتكيهم ذولا، ما يجيبهم شيء ذولا. خلا خلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا. أنا بصراحة شاكر تفهمك وحسن تعاونك معنا. يا حضرة المدير، أنا بس حبيت ألفت نظرك عشان لا يتكرر هذا الموضوع لي أنا ولا لحال غيري. ويلا شكرا، أحسنت. ولا يهمك. في أمان الله. مع السلامة. إنك سويتها، أنت سويتها. ولا كلمة. شوف شغلك. وأنتوا إيش جايين تسوي معنا هنا؟ إيش جايبنكم عندي في هالوقت؟ احنا عاد نبيك تسامحنا وان شاء الله ما يتكرر. بصراحة انتو بدل ما تصلحوا الشركة خربتوا الشركة، وعملكم اللي تتقون فيه هذا ما عمل، هذا عمل تخريب، ومعناها الشركة راح تفلس ما دام انتو فيها. واللي اشوفه واهم شيء انكم قبضوا طريقكم ومع السلامة، شوفوا لكم عمل ثاني. اخوكم ابو رياض الخفيف شامس. خل ابوي. فما لا ابوي. مع السلامة. انا بروح نشتغل ابوي. اهلا وسهلا. مع الصبر. تفضل. اشوف. يلا. هذا ما يسألني ازبيد الله يهدي ايش انتي بس. بعدين الرجال ترى ما حلو بدون شغل. واذا اشتغل ما حلو. زين رامز ليش يسوي كذا؟ أخو زهران يبغى يدخل المعهد عشان يكمل دراسته. خلي زهران هو يدخل المعهد إن كان يبغى. ريا ما أعرف كيف أشرح ليش موقفي. أنا حاسة أن رامز ما قادر يتحمل المسؤولية. رامز يبغى يوصل لغايته بسرعة، وما تهم الطريقة اللي يتبعها. الأولاد غايته أنت، يا الله يهديش. بس يا زبيد أنت معلش كذا. والشغل هي الطريقة اللي يقدر يفتح لكم بيت. البيت ما كل شيء في الحياة الزوجية، المهم التفاهم، الثقة المتبادلة، الصراحة، كل هالأشياء هذه ما موجودة بيني. أبوي أنت الظاهر تشوفي مسلسلات واقف في التلفزيون، أنا أقيش منه وأنت تقييني منه. يا بنت الناس ارضي بالواقع الله يهديش. هذا ما واقع، هذا هروب من الواقع. نعم، إيش اللي وقع؟ من أم محمود؟ الجارة الطيبة. حي الله محمود، حي الله. مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ شايف مراد؟ كيف انت؟ بخير؟ بخير الله يسلمك. الله يعافيك. هيا حتى لا اسير عنكم. يلا مع السلامة. اقول زبيدة، الكلام هذا ابو في عقلش خوزي من راسش احسنش. الله يهديش. هيا انا عد سايرة. هين كلام؟ هلا هذا عد زبيدة تخبرك خلاف. هيا في مالة. مالة. سلمي على زهران. مرحبا، ان شاء الله يبلى. يا الله. ابوي الله يخليك، لا تسالني ايش الموضوع. خير ان شاء الله يا بنتي، علانش عن يكون رايه مزعلتنش. ترى مستعد اسير لهناك واخبرها. لا لا لا، رايه ما سوت شيء، هذا كله من رامز خربط الامور. خربطها؟ ايش معناته كلامش هذا؟ ابو خايفه اقول لك. انت بتتكلمي ولا تراني بزعل منش؟ وإذا زعلت أتعرفيني زين. رامز، رامز اشتغل. خوفتيني يا بنتي، خوفتيني. بس هذا؟ وإيش فيها لما يشتغل؟ قولي لي بالله عليك، إيش فيها؟ يا بنت الحلال، الناس يفرحوا لما يحصلوا شغل، وخاصة في هذا الوقت، وأنتِ زعلانة عشان رجال اشتغل كأنه مسوي جريمة؟ بس هو رامز اتفق معك على إنه يدخل المعهد ويكمل دراسته. على هالاساس هذا انا وافقت عليه. يا بنتي انا كبرت في السن وابغى اشوف ايش في بيت زوجي اللي بيعيش ايش في خير قبل لا اموت. على الاقل اشوف اولادكم والاعبهم مثل ما لعبت معش وانت صغيره. يا بنتي انا تعبت من الصبر، بس من صبر، والعمر ما مضمون. وبعدين انت تزوجي عرسي، سيري في بيت زوجي وعيشي. أنا أبغى أشوف نفسي، أبغى أشوف مصلحتي شوية. علامش
هلامش مدحر عيونك يا بنتي هلامش مستغربه؟ انا صحيح يعني رجال شيبه وكبير في السن وشعري ابيض، لكن بصراحه يعني الحمد لله يعني انا شباب وفي صحه. تدري خليفة؟ ايوه شمس هذا مسكين برغم انه غلطان لكنه صعبان عليه، معور قلبي بصراحة. والله معور قلبك ومدوخ راسي بصراحة. وبعدين هالايام ما عندنا سيرة غير شمس اشتغل، شمس فنش، شمس راح، شمس رجع. وهذاك الذيل اللي حاطه وراه رامس. بالعكس حرام عليك. رامس شاب طيب وحتى شمس بعد. بس مشكلتهم انهم يبون كل شيء بسرعه، ما عندهم طولة بال ابدا. والله ما ادري ايش اقول لك، الواحد يفكر يساعدهم لكن بعد يخاف. بيني وبينك انا فكرت اكلم صديقي فقير راعي الدراج على اساس اشغلهم عنده. بعدين فكرت مره ثانيه وغيرت رايي. فكره حلوه، خلينا نتصل فيه. لا 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 ارجوك ولا تورطني مره ثانيه معاهم. علشان خاطري يا خليفه. وبعدين انا اضمن لك انهم ما بيغلطوا مره ثانيه، اصلا ايش ممكن يغلطوا في قرايب؟ يا سلام. يا اخي انت عارف العلاقه اللي بيني وبين فقير. بصراحه ريال يعطيني تخفيض في صيانه سياره وفي تصليحاته وقراج نظيف، وما ابقي افقد علاقتي مع فقير واشغل شامس ورامس عنده، وبعدين اخاف يتعدالي بصراحه اذا غلطوا في القراج ولا شيء. بالعكس بالعكس، إذا شمس اشتغل في القرايق بيهتم بسيارتك اهتمام خاص. أما أنت تصلح تشتغل بايع في دكان، تخلي الوردة تشتري عطر. أنا أعتقد إني أغبى إنسان في العالم. معقول؟ هذا معقول جدا. في كل مرة أقول مستحيل أسمع كلامك وصدقك، أجي أرجع بكلامي وصدقك. شمس انت انسان ساحر، نعم انك ساحر، تسحر الناس وتخليهم يصدقوك. ما نعرف النهايه، اللوم عود حلوم. اسمع ابوي، من اليوم ورايح الواحد يصير في دربه وما في داعي للمشاكل والكلام اللي ما وراه فايده. اجيب بالله عليك، انا ما احسن لي مسجل في المعهد ومرتاح وجالس فوق ذاك السطح اسمع اغاني عبد الحليم حافظ فذاك الهوى البارد. يا سلام يا سلام، ما احلى الحياه دون مشاكل وتعقيد. يا شمس يا رمس لا لا تحاتوا، يا شمس يا رمس لا 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 تحاتوا، يا شمس يا رمس لا 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 تحاتوا، يا شمس يا رمس لا 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 تحاتوا. جاتك الشماتة رامز. خلاص يا جماعة مشكلتكم انحلت. أكيد شمس بيصفوه. لا أنا عندي صديق. بختك. والصديق اسمه فقير. مساكين. وفقير عنده قراج. فقير وعنده قراج؟ الدنيا أحضر. والقراج يبغى عمال. والعمال يبغوا فلوس، والفلوس عند البقر، والبقر تبغى حشيش، والحشيش فوق الجبل. لا 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 لا. احنا ترى نكلمكم جد. ما هذا الاكل اللي انا مسوينه البارحه؟ ايه وخليتونا شيء في المطبخ؟ اه شوف والله قالوا كله ما بقولنا شيء من الغم اللي فينا، غمنا ناكل.
احنا نفكر فيكم وانتم ولا حد على بالكم. انت خلي عنك المسألة هذه الحين، نبغاكم تفهمونا. اي سالفة الغني والفقير ومعك الحشيش يبغى حشيش، ما فهمناها. انا عندي صديق اسمه فقير. اي وفقير عنده قرار. لا اله الا الله، رجعنا مرة ثانية. وطبعا احنا كلمناه عنكم ووافق شغلكم. صحيح؟ عجب، هذا خبر زين. الحين واحد يقدر ياكل على خفيف بعد. لكن انا عاد سمحوا لي ما افهم في ميكانيكا السيارات، ما افهمهم. هو يعرف انكم ما تفهموا في ميكانيكا السيارات، لكن هناك في شغلات انتم تعرفوا تسووها، مو شرط تكونوا تعرفوا ميكانيكية سيارات. ايش نسوي بعد؟ نقشر بصل يعني ولا كيف؟ تغير واير، تغسلوا سيارات، اتبتلوا الدواير، كل هالاشياء سهلة، وشوية شوية بتتعلموا، وبعدين. انا تفنش مال ذاك؟ الشيمة لا، هذا صديق لا تسوي لي معاه مشاكل. لا ولا يهمك يا خليفة. أنا خلاص تعبت. وهذه المرة لازم نثبت وجودنا في هذه الشغلة. أقول شامس، هنسير عند عمي أبو الخطيب اللي كلمتك عنه. لكن الشيمة كان فيك شيمة عاد، لا تقوم تجيب لي سوالفات قدامه وتفضحني قدامه. ترى الشيمة أسلمك عاد. وأقوم أبكي عنده وأبغى حليب. اي بالله عليك تكلمني بهالطريقه، مو قالوا لك انا طفل ولا مو؟ ها يا شامس يا اخوي، هذا عمي مراد الله يسلمك. عمي هذا عنده دكان ادويه، ودكانه اكبر دكان في هذا البلد. نعم يعني عنده صيدليه. يا اخي سوي لنا واسطه معاه، مالك انت كذا؟ خلينا نشتغل معه بدل ما نتبهدلين في القرار. سوي لنا واسطه معه. زين ترى احنا بنروح عنده الحين ونشوف، عسى خير. رامز وايش قال ابنك يا ولدي؟ اسعد الله اوقاتك يا عمي مراد. انا في الحقيقه جاي اسلم عليك وبغنك لك سالفه وابغاك تسمعني شويه. انا ان شاء الله تاخرنا ابوي. يلا قم قم قم. على عمك يا ولدي. استريح ابوي، استريح. استريح الله يهديك. استريح ابوي، استريح استريح. من هذا رامز؟ شامس. مو غيرت اسمك؟ لا عمي، هو اسمه شمس. ايه لكن ما قلت لي، مو سويت في الشغل عطوك معاش؟ لا عمي، في الحقيقة بعدهم ما عطوني، لكن أنا في البداية تعينت كهربائي. سمعت مني ها؟ وبعدين لما شافوني أشتغل زين مضبوط رقوني ونقلوني وعطوني ميكانيكي. ميكانيكي عطوني. ما شاء الله ما شاء الله، رقوصة الميكانيكي؟ نعم عمي مراد نعم، تو انا وشامس خلاص ترى شغله واحده. ايه ما شاء الله ما شاء الله، كذي بهالسرعه اترقيتوا مو من اول يوم؟ نعم نعم من اول يوم، وان شاء الله يا عمي اول ما اسلم المعاش اتقيك وتكون عاد سافه بيني وبينك عاد. اي نعم والله عاد يا ولدي، ذيك الساعه الساعه المباركه. الله بخصتك حاج فريد. الحاج مراد. الحاج مراد. على عمك مستعجل يا ولدي، استريح. صراحة ما عندي فوالة، كان تبو شوية سنة مكي، خيل، صبر، بليلين، دوخ شير، ولا سكر نبات شيء. عودك مشروب أحسنت. ماله ماله. زهران، او زهران، قوم. اها حشرتني بدا الشيخ ابو قاسم تخربوي وحدي. لا اله الا الله، تو انا يوم برع فرحانه فكرت انهم سووا قطار في البنات يمرد خفيتني. زهران طاح البر. قوم بسك بسك. لا اله الا الله لا اله الا الله. شو
واحد حتى نومة الظهر محسود عليها؟ ايش عندك انت يا زيتين؟ ايش عندك؟ ايش عندي؟ رامز متصل تلفون. خير يا طير، ايش عند هذا الثاني بعد؟ يقول لك وين اليوم يتأخر شوية في المعهد، عنده عمل ميداني. زهران هستاخن شوية اسمعني. عمل ميداني هذا مو يعني ميدان الرقص وميدان الشعر. ميدان في عينش. ما حد يرتاح في البيت. انا ساير بس لوجهي، خلينا شريط الفيديو مال التمارين. التمارين هو اللي ابو هاشم. انا بصراحه ما اقبل اي واحد يشتغل عندي الا اذا عنده دكتوراه. نعم، حتى اللي يغسل السيارات كلهم عندهم دكتوراه وماجستير. وعندي واحد خريج امريكا بس متخصص في تلميع التواير، لكن عشان خليفه صديقي من زمان انا بوظفكم عندي بس تحت التجربه. ما لهم طايحين فينا تحت التجربه وتحت التجربه؟ ما نسير مكانهم اللي قالونا تحت التجربه. ايش الحاله هذه؟ انت اول شوفنا في الشغل وبتشوف مالك الله يهديك. وبعدين ايش بتشغلنا بالضبط يعني؟ بصراحه انا بخاطر بسمعه قراتي، وعشان خليفه بخليكم تغسلوا السيارات. نعم اسمعني اخوي، انا ما اقبل اقل من ميكانيكي. وانا ما اقبل اقل من ميكانيكي كمان. بس انتم ما عندكم لا شهادات ولا خبره. ومن قال لك؟ انا عندي شهاده. شمس ها؟ شهادة مو شهادة انت عندك؟ ما شهادتك احنا. اقول يا استاذ غني، قصدي يا استاذ بقير، احنا موافقين. انزين ومتى بنبدا في الشغل يعني؟ ممكن من الحين اذا حبيتوا. واذا ما حبينا؟ لا حبينا، كيف ما حبينا؟ حبينا يا استاذ بقير، احنا موافقين. هذا يا اخوات تعال نغسل سيارات. الله يسامحك يا امين. يا شمس يا شمس لا تستعجل. الرجال قال لك ايه؟ قال لك ما يشغل حد عنده الا اذا كان عنده ماجستير او دكتوراه. وانت الله يهديك مو عندك. لا اسمح لك رابع ابتدائي وتبغى تشتغل ميكانيكي. اشتغل الشغله هذه اول شيء وبعدين بيستوي خير بيراقبوك يا اخي. ترى شغله شغله ترى. انا احسن لي ادور لي قراد من رابع ابتدائي. هذا المكان بصراحه ما يناسب. نظف السيارة زين يا رفيق. هذه آخرة عاد رفيق، إن شاء الله أبوي بنظفها إن شاء الله. آسف فكرتك أجنبي. ليش هالشغلة هذه؟ ما يشتغلها غير الأجانب بس. زي ما يسوي العالم نظف التائرات يا إن شاء الله. تعبان إن شاء الله. من داخل يا خايف، من داخل نظف من داخل السيارة. من داخل قلت لك يا تعبان، من داخل. يعني سوي راس برضو. سوي نظف تعبان، نظف. شوف شوف تعبان، نظف. نظف، شفتني قاعد انظف. نظف من داخل؟ نظف من داخل ان شاء الله. يلا. هلا دكتور.
ما طاي بهوى سمعنا؟ يعني ما عاجبني لا دوك. هذا الزبون ما احترم نفسه وانا ادبته. انت بتبيع عليك؟ انت بني بس هدى اعصابك. لا شامس رامز تعالوا معي المكتب. خلي المكتب عمود البريه. أقول خليفة. ها أمين؟ إيش رأيك هالجمعة هذه نروح رحلة ونبات ونشيل معنا شامس صديق رامز؟ لا حول الله. بعد شامس؟ هي الله يديك إيش فيها يعني؟ لا ما فيها شيء. زين وين قررت تروح؟ أنا بنفسي أبي أسألك. وين مكان حلو ممكن نروح له يعني؟ وين؟ آه. عندي مكان جميل بشكل لو تروح تتفاجأ فيه. قريب صلاة. أنا أقصد مكان قريب يعني قصة قنتة بالبستان هذه الأماكن. إذا قصدك قريب يلا شوف أنت قرر روحنا نروح. ألو أيوه أي نعم موجود. إيه لحظة من فضلك لحظة خليها تليفونها. الو اي نعم اهلا فقير كيف الحال؟ الحمد لله الله يعافيك بخير. ليش؟ لا علشان خاطري ارجوك. لا يا فقير نعطيهم فرصه اخيره. لا لكن بس لا حول الله يا اخي بس اخر فرصه عشان خاطري بس. الله يخليك ادري فيك الخير والله فيك البركه. زين حياك شكرا الف شكر مع السلامه. صدقوني أنا في حياتي مفنش 198 شخص وخاطر أخليهم 200 لكن عشان صديقي خليفة وعشان الصداقة اللي بيننا من أيام الحضانة أسامحكم وأعطيكم فرصة ثانية وأرجوكم ما تضطروني لعمل شيء ما أحب أسويه. أستاذ فقير شيمة كان فيك شيمة أنا ما سويت شيء شامس هو اللي سواه أنا ما سويت. حتى هني تعقها علي يا رامس ها أفا عليك بس أفا عليك. المهم نروح الحين مع الفورمين يوسف هو بيعلمكم كيف تغيروا الآيل وأرجوكم ما تحرقوني قدام الناس وما أبغى مشاكل. انصرف انصرف. والله ريحنا لا 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 حيك بابا حيك هلو المعذبوني هلو المعطوني على يدك من المسيب سيبوني على عوف الهوى الله أكبر. هذه الدراجة أنا أحيدها من يوم أخوك يا حبيب توكم حتى كيف حليانة ما باقي فيها شيء وانت أبدت ما راضي تبدلها. بعدين تعال انت ما قايل ان هذه السنة تشترينا سيارة جديدة؟ فينها؟ أشوفك خلاص بلعت الموضوع سكت. من هين يا بنت الحلال العين بصيرة وليد قصيرة يا رائع. انت عارفة ان راتبي انا يلا يكفيني. والله إذا كان موضوع السيارة أنا ما عندي مانع أشتري لكم سيارة بالأقصى وتظل طول الشهر ما تاكلوا شيء. موافقة؟ هذيل الناس بو عندهم سيارات صايمين لكن قول أبوي أنا بخيل البيسة ما تطلع من عندي. الله أكبر. رايا أنت تعرفي إن معاشي أنا من المحاسب لين أصحاب الديون ماشي جاي مراسل بينهم. مرة واحدة خليت هالراتب في جيبي لمدة 6 أيام خاطري ومن عيني أتمنى إن أخليه 6 أيام ونص ما قادر. أنا أبوي حيالي قالوا لي لا تتزوجي هذا ما يطلع من عنده شيء
لكن طلعت مقرفة ما سمعت كلامه. يلا الحين مالك جالسة تثرثر علينا، ناقص من الشيء؟ خبريني إذا كان ناقص من الشيء، خبريني. زين تو أنا أقول يعني مو رايك تشتغل شغلة غيرها؟ على الأقل خلاف الظهر ما علي، على الأقل تشتري سيارة ما علي، ولو مستعملة نبغاها على الأقل بس نركب سيارة قبل لا يقوموا يخترعوا لنا شيء جديد، وتشتري سيارة موضة قديمة إحنا ما ركبناها. راية يا راية، أنا شغلة واحدة ما قادر عليها، تبغيني أهلك نفسي واشتغل شغلة ثانية علشان الفلوس؟ القناعة، القناعة يا بنت الناس كنز لا يفنى. بعدين خبريني، ناقصني شيء؟ قاصر شيء؟ الحمد لله إن إحنا أحسن من غيرنا. جاتني فكرة. يا الله يا ربي، أجيب لك دكتور أوديش المستشفى، خبريني. وأنا ما قاسات مازح بيولك، أقول يعني مو رايك تخلي رامز يشتغل على الأقل يساعدك بمصروف البيت بدل ما هو كذا جالس عاطل باطل. سمعي سمعيني زين، رامز هذا خليه على صوب، رامز الحين في المعهد وإن شاء الله بيتخرج من المعهد وبيتزوج، بعدين معاشه رامز وزوجته مالنا احنا، فهمتي؟ أحسن لي أبوي ياسين أتكلم بيون القدار، يمكن يكون ألين من راسك. أحسن. وميحنا ميحنا. أقول فوق من؟ نعم. تو إحنا كذاك اشتغلنا زين عاد؟ شوف تأكد. لا شغلكم زين، لكن تأكدوا إن كل سيارة لها نوع خاص من الآيل. يعني كل سيارة لها نوع خاص من الآيل. أيوه. هو هذا الشغل؟ ما جالس نعشت ويا أنا وأنت شامس؟ هذا الشغل؟ رامس ها، انا علي عجب اغير الايل، وانت اي سياره تجيك جديده حولها علي. اي لا تعب عمرك، ولا ايش رايك؟ والله انا ما عندي مانع اذا كان فومين يوافق. والله انا ما عندي مانع اذا انتم عارفين شغلكم، يلا اشتغلوا وانا رايح. ما يهمك، احنا عارفين بك وشغلنا، عارفيني. اي اقول لك اخوي لحظه شويه، اروح انادي الفورمين لحظه. وين سائر؟ اسير انادي الفورمين. الفورمين مشغول، احنا بنسوي فول سيرفيس. حاضرين الاخ، ايش بعد غيره؟ شمس الاخ باغي فول سيرفيس. مالك الله يهديك، فول سيرفيس ولا ما فول سيرفيس؟ كل واحد. نعم، ايش بعد غير فول سيرفيس؟ شمس ها، ارجوك خلي هذا اليوم يعدي على خير، لا تقوم تسوي لي مشاكل. شي ما كان في شي. يا ولد الحلال، احنا لازم نجرب، لازم نجرب، اذا ما جربنا ما بنفهم شيء طول حياتنا. بعدين هاي فرصه. ايه تعال تعال غير انا شوف متسوي. تعال 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 تعال. انت ايش تبي تغير؟ بس عين ما تبي تغير الجير بعد؟ نكته حلوه. اقول لك صراحه الكرسي هذا مضايقني لانه ما مناسب مع جسمي وما مناسب مع تقاسيم عضلات الجسم. حاضرين، حتى لو تبي طقم جلوس بنغير لك بعد، ما يهمك انت تمر بس. شكرا بس في كراسي من نوع رياضيه زينه موجوده عندكم اسمها بس عرفت بسوي لك منها، ما يهمك. بعد غيره بعد غيره الليت. هذا ليت صغير وضعيف وما مناسب مع شكل وديكور سيارة، أبغي ليت زين يعني. شايف هذا اللي داخل؟ أي شفته بعد إيش غيره؟ بسوي ما يهمك. بس شكرا بس متى تجهز السيارة؟ والله تجهز يعني بعد 3 ساعات يعني في الحدود. زين البركة فيكم، يلا شكرا. قول شامس، كل هالشيء هذي بتسويه وحدك؟ ما أقول يا رامس أنا أسويه لوحدي الله يهديك. سبتك أول أنا وأنت. أخي شامس،
الحلاوة، فاحشاً حلو. وين الحلو هذا وين؟ أنت الحلو يا أحلى حلو في الدنيا هذه، خذ دوّق. ووه ووه، ها مو رايك؟ هاي انت بغيت تتملقي ها؟ اذا بغيت تتملقي لا تتملقي علي انا كذا تجيبي واضح اشكرك. ما اتملق، هذه حقيقه. الطيب الكريم قدره محفوظ. طيب كريم قدره محفوظ. ظاهر ان المساله وراها فلوس. كم باقي؟ ما باقي واقي. كم يعني كم؟ اصلا هذه لمحالي. انت ما بتقولي لي كم باقيه؟ بس 100 ريال. بس 100 ريال؟ رايح شاوري نفسك يمكن باغية أكثر. يعني باغية 1000، 10,000. إلا بس 100 ريال يكفي، أحسنت. وليش 100 ريال؟ باغية أشترك بهم في الجمعية. أنت زوجة آخر مرة اشتركت في الجمعية مع حليم الحارة. وجات راجعة هذه مسافرة بطارة بومبي هي وزوجها وفتحوا لهم دكان هناك. ولا جبناهم ولا رجعوا. لا هذيك المرة غير، بعدين الجمعية هاي احنا نفس الحارة. بعد ما في نفس الحارة، حارة بعيدة. راية مش شاطش هذا شليه دوى علي وطابق هني ما يصيح ما يصيح. أوبا ما حصلت غيرها. زين هذه صغيرة يا زبيدة يا بنت الله يهديش، مو قالوا ليش أنا ميكي ماوس جابت لي هذه الفوطة الصغيرونة هذه؟ ترى ما حصلت غيرها. أخبرش يا الله، بنمشي شغلنا مو نسوي أمرنا لله. سمعي. نعم. رامز حصل ترقية في شغله بهالسرعة؟ إيش رقوا؟ يعني إيش من الدرجات عطوا؟ رقوا من كهربائي إلى ميكانيكي. كيف؟ أول مرة أسمع أن الترقية تكون من مهنة إلى مهنة. يمكن نقلوا من قسم الكهرباء إلى قسم الميكانيكا. ما رقوا، أكيد شافوا إنسان فاشل وما ينفع نقلوه. لا يا بنتي لا لا، الرجال بعظمة لسانه قال لي أنه ترقى من كهربائي إلى ميكانيكي. وبا ما يصير، لأن هذه المهنة تختلف عن الثانية. بعدين بصراحة أنا شاك أن هذا الولد ما يشتغل، يدور مكان لمكان. قومي قومي قومي، سيري بدلي هذا المي بسرعة. سيري سيري. ما يستوي ما يستوي، وشاكة في شيء ما يستوي في هالدنيا. سير يا ابوي سير سير يا رامس، واشتغل ابوي اشتغل، وخذ راحتك وترقى بدل مرة 10 مرات. ما يستوي يا ويل. أهلك، معاكم طيبين؟ الحمد لله. ها جهزتوا السيارة؟ ها يعني صلحتوها؟ انتوا وصلتوا؟ اي نعم وصلنا. أبوي سيارتكم جاهزة ومخلينها مثل العروس. نعم تفضلوا شوفوها. عافية عليكم شباب، عافية عليكم. تعالوا معي. شمس الأخوان جايين يشوفوا سيارتهم. شوفوا يا أخوان سيارتكم جاهزة، واحنا بالحقيقة خلينا لكم اياها عروسي. نعم شوفوا شوفوا تأكدوا. وبصراحة سيارتك مفاجأة للجميع. هي نعم. تفضل تفضل تفضل. هذا تفضل الكرسي. هذا الكرسي غيرنا لك اياه، قلنا كذا احسن واريح، لان حال الريوس تمام حق الريوس. يلف وحده. واذا في ناس جالسين ورا بعد تبغى تكلمهم عادي، ممكن تلف عادي كذاك وحده يلف. ما تتعب يعني، رقبتك ما توجعك. مريحة. كيف؟ ايه يلا هاي بعدنا خلاص. تعال. اقول لك ليت ليت الاولي لقينا محترق، سوينا لك ليت جديد سبيشل. نعم بعدين لما شفتك بالحلال وطيب
قمت بنفسي ركبت لك ليتات زياده بعد. هيه علشان تتفاخر قدام ربعتك وتقولهم سيارتي حلوه. هي نعم اقول اخا شوف ما حلوه كذا. عاد بخشيش ما بخشيش كاف انا ما بخشيش كاف ابنك. زين احسن احسن يقول احسن. فقير يا فقير. صباح الخير. ايش فيه يا صاير؟ هذه سيارة